مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اهلا بالاصحاب. انا كثير محمس لهذه الحلقه لانه فيها كثير معلومات واكيد قصه خبركم اياها، بس بدايه ومثل كل حلقه منبلش بالتصرف الحسن. اليوم يا اصحابي رح نحكي بالتصرف الحسن عن موضوع كثير مهم، هو انه تما انسى انه اخذ الدواء تبعولي. اذا الطبيب يلي زرته وعطيني دواء وقال لي لازم تاخذ دواء معين لازم اخده، بس بعض الاحيان هذا الدواء بكون لازم اخده خلال وجودي بالمدرسه وما بدي انسى انه اخذ الدواء. من هيك اللي بقدر اعمله مثلا بقدر اكتب على الاجندة تبعي انه في عندي دواء لازم اخده، وبالتالي كل ما بفتح الاجندة بتذكر انه انا كتبت ملاحظة انه مثلا على الساعة 10 في عندي دواء اخده، وهيك وقتها تصير الساعة 10 باخد الدواء. تما انسى كمان اخد الدواء بقدر مثلا اطلب من المعلمة انه تذكرني المعلمة انه على الساعة 10 لازم اخد الدواء تبعولي. او يلي بقدر اعمله اذا كنت بالبيت وعم بدرس اونلاين بالبيت، بقدر اطلب من اهلي انه يذكروني انه اخد الدواء لما يصير الساعة، هيك الماما او البابا بذكروني لما بتصير الساعة 10 انه اخد الدواء تبعولي. وكمان اذا كنت مثلا بالمدرسة بقدر اطلب من اصحابي انه يذكروني كمان انه لما بصير وقت الدواء يذكروني انه اتناول الدواء، وما لازم ابدا انسى وقت تناول الدواء. قصة اليوم بتحمل عنوان مديرة المدرسة. بتحكي القصة عن ربا. ربا انتقلت للعيش بقلب المدينة، فهي تركت الضيعة ونزلت على المدينة مع الماما والبابا لانه بيها بلش يشتغل بقلب المدينة. وتسجلت ربا بمدرسة جديدة. هالمدرسة كتير حبتها ربا وصار عندها كتير أصحاب، بس للأسف المديرة تبعول هيدي المدرسة بتضل عيبسة طول 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 الوقت وما بتبتسم أبدا. وكانت مفكرة مديرة المدرسة إنه كل التلاميذ ما حدا منا بحبها، من هيك ما كانت تبتسم لإلهم. وكانوا كل التلاميذ تبع المدرسة يخافوا من هالمديرة لأنه كانت عيبسة طول الوقت وما بتبتسم لهم، حتى خافت ربا منها. بس قررت ربا إنه تتصرف ومش رح تخلي طول الوقت المديرة تكون عيبسة وزعلانة. فكل يوم كانت ربا تقطف وردة من عندها من الجنينة وتحطها لهالوردة على باب المكتب تبعول المديرة. وصارت كل يوم المديرة تتعجب إنه مين من الأشخاص، مين من الطلاب، من التلاميذ عم بحط لها وردة. ويوم بعد يوم، يوم بعد يوم بلشت تظهر ملامح الابتسامة على المديرة حتى ظهرت ابتسامة كاملة. وبالتالي لما صارت المديرة مبتسمة كل التلاميذ انبسطوا، بس ما حدا عرف مين كان عم بحط وردة على باب المكتب تبعول المديرة. وكل يوم صاروا التلاميذ يحبوها أكثر وأكثر لمديرة المدرسة، وكل يوم بدل الوردة كانوا يبتسموا لها للمديرة، وأكيد هي ما نسيت أبداً إنه تبتسم لهم لأنه صارت بتعرف قديش هن بحبوها وصارت تعرف كمان إنه قديش هي معلقة فيهم وبتحبهم. بسينة أو كلب. اليوم يا أصحابي رح بحكي عن حيوان اسمه البرنيق، كمان يسمى اسم تاني اللي هو فرس النهر. فرس النهر هو حيوان ضخم كتير وبعيش ضمن مجموعات مكونة من حوالي 40 فرس بعيشوا كلهم مع بعضهم. وفرس البحر عادة بحب يعيش بجوار البحيرات والأنهار، وأكثر شيء يتواجد بأفريقيا. بيأكل البرنيق العشب وأوراق الشجر. والبرنيق أو أفراس النهر غالباً بتكون نشطة بالليل لأنه ما بيكون في أشعة الشمس القوية، ولأنه الجلد تبعولها كتير رقيق وكتير بجف بسرعة، من هيك هو أكتر بالليل نشاطاته بتكتر، بينما بالنهار لا، بيكون هو أغلبية الوقت بالمي نايم أو تحت الأشجار.
وبيتميز البرنيك انه هو سريع الانفعال وبعض الاحيان بيكون عدواني، وفي كتير كتير من الحيوانات المفترسة القوية بتخاف منه وبتخاف من ردة فعله العدوانية. أسئلة صديقنا بوبو. اليوم صديقنا بوبو عم يسألني ليش لما تغيب الشمس الغيوم بصير لونهم حمر؟ حق معك يا بوبو، لما تغيب الشمس أغلبية الغيوم خاصة الغيوم يلي بيكونوا قريبين من البحر بصير لونهم أحمر أو أورانج. ليش؟ لأنه أشعة الشمس عند المغيب الشمس بتصير تبعت أشعة، هيدي الأشعة ما بيوصل منها إلا لون الأحمر ولون البرتقالي، وبالتالي الغيوم خاصة الغيوم الرفيعة بيمرق من خلالها هيدا الشعاع يلي بيكون لونه بين الأحمر والبرتقالي، وبالتالي بتصير الغيمة لونها بين الأحمر والبرتقالي. من هيك صحيح الغيوم عند المغيب بيصير لونه ما بين الأحمر والبرتقالي بسبب أشعة الشمس يلي ترسلها الشمس عند المغيب. رح اتعلم شيء جديد اليوم يا أصحابي. رح نحكي عن قارة أوروبا. قارة أوروبا هي قارة من قارات العالم السبعة الواقعة بنصف الشمالي من الكرة الأرضية. بتقسم قارة أوروبا لخمس أقسام، وهي أوروبا الشمالية، أوروبا الغربية، أوروبا الشرقية، أوروبا الوسطى، وأوروبا الجنوبية. بيمتاز مناخ أوروبا بالتنوع المناخي ما بين المناخ المعتدل والمناخ المحيطي والمناخ البارد. وتعتبر مدينة باريس هي من أكبر المدن الأوروبية. ومن أهم منتوجات أوروبا الزيتون، القمح، الذرة، الأرز، العنب، القطن والأخشاب. وتعتبر دولة الفاتيكان هي من أصغر دول القارة أوروبا، أما روسيا فهي أكبر بلد بأوروبا. بفقرتنا الأخيرة اللي بتحمل عنوان ماذا لو، اليوم سؤالنا ماذا لو لم أستطع حضور برنامجي على التلفزيون؟ في برنامج كتير كتير بحب أحضره بس ما قدرت أحضره على التلفزيون، شو بعمل؟ لكن بهيك حالة بقدر حط هيدا البرنامج على لائحة البرامج اللي بحبها كتير، وبقدر أنطره نهار بعد نهار تأحضره، هيك ما بنسى أبدا لما بده ينعرض أنه أحضره. بقدر أحضره كمان على اليوتيوب، لأنه أغلبية البرامج يلي بتنعرض على التلفزيون بينعرضوا كمان على اليوتيوب أو على الإنترنت. كمان بقدر أطلب من أهلي أنه يسجلوا لي هيدا البرنامج على الفيديو، وبالتالي لما برجع من عند أصحابي أو من المشوار أو لما برجع على البيت بحضره على الفيديو. مثل برنامجنا يلي هو أهلا بالأصحاب، بتقدروا تحضروه على التلفزيون كمان، بس بتقدروا تحضروه على اليوتيوب لأنه كل الحلقات أهلا بالأصحاب بينعرضوا كمان على اليوتيوب. إن شاء الله تكونوا تسليتوا واستمتعتوا وأخذتوا معلومات حلوة. أنا بودعكم، وإذا الله راد بلتقى فيكم بحلقة جديدة. الله يكون معكم.